الميلاد المجيد ليس بالحدث العابر، فهو يذكرنا بقدوم ملك السلام والمحبة قبل أكثر من 2000 عام. يذكرنا بميلاد الطفل يسوع في مغارة بيت لحم. وككل عام تتحضر الكنائس والمؤسسات الدينية والمؤمنين لاستقبال طفل المغارة بإحياء الأمسيات وإضاءة شجرة الميلاد وإقامة البازارات الخيرية. تستمر أجواء المحبة والفرح بين أبناء الرعايا والكنائس في المملكة استعداداً لاستقبال طفل المغارة، سواء بإقامة بازارات أو إضاءة شجرة الميلاد أو إحياء الأمسيات الميلادية التي ترفع فيها الصلوات ليحل السلام والطمأنينة في أنحاء العالم. ففي كنيسة الرسل اللاتين في محافظة الزرقاء رعى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة البازار السنوي الذي تقيمه مجموعة كشافة ومرشدات الرعية بحضور راعي الكنيسة الأب إياد بدر وقائد المجموعة ركان فخوري وعدد كبير من أهالي المنطقة والضيوف، حيث جال معاليه بين أروقة البازار واطلع على المعروضات المشاركة مبدياً سعادته لمشاركته في احتفالهم السنوي. هذه المناسبة يعني أنا سعيد جداً من أخواني بالكشافة والقائد أخركان لوجودي معهم اليوم للترتيبات اللي تمت. إن شاء الله يا رب ينعاد العيد الميلاد عيد المحبة والسلام على أهلنا في الزرقاء وبالأردن كلها بالخير واليمن، وعلى سيد قائد البلاد جلالة الملك عبد الله بألف سلامة ويديم هذه النعمة علينا، وإن شاء الله يعم السلام على الدول الجوار وتكون كل الأردن والعالم بالسلام. هذا عيد المحبة والسلام وإن شاء الله ينعكس على العالم كله. نشكر ربنا، عم بنحقق من نجاح لآخر في بازارنا السنوي، هو مصدر دخل للمجموعة الكشفية والإرشادية وبعض للعائلات الفقيرة بالشراكة مع لجنة المحبة التابعة لرعيتنا، وإن شاء الله ربنا ببارك خدمة أبناء المجموعة وأبناء الرعية كافة اللي ساعدونا فيها، لأنه هذا عمل تطوعي خدمي. ونشكر كل القائمين على هذا البازار وبالأخص كاهن الرعية لتسهيل كافة الأمور. كما قدمت جوقة مدرسة راهبات الوردية في جبل عمان أمسية ميلادية في كنيسة مار يوسف للاتين برعاية فارس القبر المقدس السيد عماد المعشر وبحضور كاهن الرعية الأب وساب منصور وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وجموع من الحاضرين. وتلاها إضاءة شجرة الميلاد وافتتاح البازار الذي شمل على مستلزمات العيد وأشغال يدوية وفقرات منوعة قدمتها شبيبة مار يوسف التابعة للكنيسة. فاليوم تشرفت بهذا الافتتاح، وبالفعل كان إشي بسر الإنسان في هذا الزمن الميلادي، الزمن الميلادي اللي هو يعني انبثاق المحبة وولادة المحبة، وكان في أطفال كتير وناس كتير عم تجتهد وبتحاول تخدم الخدمة العامة، وكل جهد وكل محاولة للخدمة سواء من الأطفال سواء من الناس اللي عمالهم بيحاولوا كشافة أو شبيبة هو ولادة جديدة للمحبة، وهو تجسد الكلمة اللي هي عنوان المحبة، وهو النور اللي بشع علينا. فبالرغم من الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها والأخبار السيئة اللي قادت بلادنا لمزيد من العنف ومزيد من الحرب، ولكن بضل صوت الأطفال، التراتيل، الصلاة هي اللي بتزرع في النفوس السلام الصادق والسلام الحقيقي اللي بيجي من ميلاد الرب. فهذا اللي متمناه لكل أبناء رعايانا، إنه هاي الأجواء وهاي الأيام تكون أيام مقدسة، أيام مليئة بالنعمة، مليئة بالسلام والفرح والمحبة اللي من خلاله منجدد ميلاد المسيح بنفوسنا في حياتنا وفي كنائسنا. ولد المسيح، هللويا، ميلاد مجيد للجميع. نشكر قناة نورسات أيضا اللي عم بتغطي كل احتفالاتنا واللي عم بتساعد كل الناس في بيوتها تشعر بفرحة العيد. Yeah.
وفي كلية راهبات الناصرة في منطقة جبل الحسين رعى عطوفة أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى جمو البازار السنوي للكلية بحضور سيادة المطران ياسر العياش والأب مودي هنديلي وطلبة الكلية. كان دواعي سرورنا كوزارة سياحة أن نشارك في هذا النشاط، هذا الاحتفال المميز باسم وزارة السياحة والأثار وجميع العاملين فيها في المركز وفي المحافظات، وعلى رأسها معالي الوزيرة لينا مظهر عناب. نتقدم بالشكر والتقدير على كل الجهود المباركة في تغطية الإعلام الصادق المرئي والمسموع من خلال نور سات الحبيبة، وكل عام وهي ومشاهدين نورسات بخير. بنتمنى للجميع أعياد ميلادية مباركة، بنتمنى لمؤسساتنا التقدم والازدهار ويقدموا دائما الصورة الطيبة عن يسوع المسيح واللي هو رسول السلام رسول المحبة، ويدخلوها لكل الجميع. ربنا يبارك نورسات، وربنا يبارك كل مؤسساتنا وبلدنا الأردن، وإن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. وزار أمين عمان الدكتور يوسف الشواربي مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك بمنطقة أم السماق في العاصمة عمان، والتي قدمت فيها أمانة عمان هدية العيد للمطرانية وهي شجرة عيد الميلاد مع زينتها، وقام أمين عمان بإضاءتها بحضور المطران ياسر العياش وعدد من الآباء الكهنة وأبناء الرعية. احنا مؤمنين بأن ما يصيبنا اليوم هو أمر ليس بالسهل، لكننا لن نسمح أن يطغى علينا الحزن، ولن نسمح للسواد أن يكون هو اللون السائد في حياتنا وفي منطقتنا. سنحتفل بالعيد، سنتواصل مع كل أهلنا في الأردن من مختلف الطوائف وفي فلسطين الحبيبة. لابد لنا دائما أن نتمسك بالحياة هنا بالأردن، نحن مواطنون بمعزل عن أن كنا مسلمين ولا مسيحيين. لن نمكن أي إرهابي، لن نمكن دعاة الموت من أن يفرحوا. نحن سنمنح أطفالنا وشعبنا وأهلنا كما تقول هذه الشجرة بمعناها الإنساني والديني، هي شجرة الحياة التي منحها سيدنا المسيح إلى الناس. وتعبيرا عن تضامن أهالي الفحيص مع القدس الشريف، انطلقت مسيرة شموع برعاية المهندس حديث الخرشة وزير الشباب، حيث حمل المشاركون فيها الشموع بينما تلهج ألسنتهم بالدعاء إلى الله أن يحفظ القدس من كيد المعتدين. وتضمنت الاحتفالية إضاءة شجرة الميلاد وكلمة لراعي الحفل المهندس الخرشة ورئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي. وألقى المهندس جمال حتى الرئيس بلدية الفحيص بياناً باسم مؤسسات المجتمع المدني وكنائس الفحيص الرسولية، وذلك في ختام مسيرة الشموع. وفي منطقة الأشرفية بعمان احتفلت شبيبة النهضة الأرثوذكسية بإضاءة الشجرة برعاية أبناء جورج وسامي خوري في مقر الشبيبة. وتخلل الحفل محاضرة بعنوان تأملات من وحي الميلاد ألقاها الشماس إلياس بركات، من ثم عرض فيلم قصير بعنوان الله يختار لنا الأفضل، واختتم الحفل بأمسية لطلاب مدارس الأحد في المنطقة. وبمناسبة عيد القديسة بربارة وتحت رعاية المهندس جمال حتى الرئيس بلدية الفحيص، أقامت أسرة نادي الفحيص الأرثوذكسي أمسية ميلادية أحيتها جوقة رقاد السيدة العذراء المفرق بقيادة الدكتور رامي سماوي، حيث قدمت الجوقة باقة من التراتيل البيزنطية التي أطفت على الحضور أجواء الميلاد. وفي ختام الأمسية قدمت الدروع التكريمية كعربون محبة وشكر. Lord.
سنستكمل معكم مشاهدينا في نشرة الأسبوع القادم باقي احتفالات العيد المجيد.